أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد رياض صاحب صالون كشخة. نورتنا أستاذ رياض، نورت البرنامج. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رياض علي، أصلي عراقي من جنس هولندي، كنت كل حياتي ساكن بهولندا، وصالي الآن 5 سنين في دولة الإمارات. و يعني فكرت انه افتح بزنس في دبي، ومثل ما تشوفون ما شاء الله فتحت صالون حلاقه وصار لي 3 سنين ما شاء الله. خبرنا اكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في الصالون. والله احنا صراحه نقدم كل شيء من A to Z، يعني كراتين، الصبغه، السشوار، الواكس، الفيشل، كل هالاشياء يعني نقدم. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في إمارة دبي في دولة الإمارات بشكل عام في جميع مجالات العمل، خصيصا نحكي في مجال العناية بالبشرة والعناية بالشعر، الصالونات، المنافسة شديدة وشديدة جدا. شو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين في هذا المجال؟ والله احنا الحمد لله يعني الحلاقين عندنا محترفين جدا، يعني تجيها ناس تعدينا من مكان بعيد، من مارينا احنا ساكنين بزنس بي، يتعنونا من شارجة مرات. يعني هذا اللي يميز يعني، ودعاية اللسان اكيد، حد عجبه الشغل و طبعا جاب صديقه. اكيد طبعا. شو الهدف والخطه اللي راسمينها في السنين الجايه ان شاء الله؟ والله ان شاء الله انه احنا قريبا حنفتح صالون فرع ثاني، فاحنا لسه بندور على لوكيشن، يعني يا يكون قريب او مدينه ثانيه ممكن في ابو ظبي، لسه بنفكر، بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق. الامن والامان في دوله الامن والامان. أكيد. دوله الامارات. أكيد. كيف ممكن يساعد على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد على انه السوق بنفس الوقت يكون ثابت؟ والله صراحة انه لازم اقول لك انه الامارات ما شاء الله عليها من امن بلد في العالم، وانا حبيت ان اكون هنا وانا كنت ساكن في هولندا، بس الامارات ما شاء الله عليها. اريد اشكر شيوخ، اريد اشكر الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد اللي ما قصروا، تحس نفسك بامان يعني. اكيد طبعا. في نهاية الحلقة حابين نشكرك على ظهورك معنا، وقبل ما نختم الحلقة حابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لصالون كشخة. نعم، احنا والله موجودين في بيزنس باي في البناية اسمها أتريا ريزيدنس اللي جنب ميلينيوم أتريا في شارع الأبراج. هذا ممتاز. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا الموقع سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرا لك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.